بالطبيعه يعني صغاري يعني بديت من الكادي ا وكادي بي وانا طالع مع الاولمبي الباجي ما شاء الله ما شاء الله كل جمعه بعدين انت فيكس ايوا لا بعد شويه سي بشير اما الحقيقه نتاع ربي رياضي و تتفرج في الكوره نتفرج عملت ديليجي نتاع ليكيب سينيور لان واش والمنتخب الوطني منتخب الوطنيه هذاك اللي تحكي اللي تسمع فيه هذاك حبنا الاول ونخلي المجال للمختصين علاش خاطر الحقيقه نتاع ربي عتقولوش يا جماعتك عتقولوش يا جماعتك لا جماعته عاد معروفه لا تبارك الله ما شاء الله قاعد نسمع في حوايج اللي هما قالك شنو جمعيتك اللي لعبت فيها واللي شديت فيها ديليغي والله جمعيتي جمعيتك الخبره انا ربط سابق مع يعني اللي الحالي توا الحالي توا ما يبشرش بخير اما الظروف اللي خدمت فيها انا اللي هي عملت اربع مواسم مرافق فريق الاكابر فانا جمعي في الاولمبي البيجي الاولمبي البيجي في أيوة. وزارتي وخدمت مع مسيو بلياكوف زوز مواسم وليلى محمد رسول الله ووقتها الموسم الثاني خاصه عملنا كاتريام بلاس اللي خولتنا واللي هو الموضوع البوز اللي قلت لك عليه خولتنا باش شاركنا في دورة المغرب العربي اللي نوجه لوم خفيف للصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ما حكاوش عليها الجملة دي يعني البيجة لعبت في دورة المغرب العربي الكبير نعم. بدون تغطية بدون تغطية إلا الإعلام الجزائري إلا الإعلام الجزائري وليلى محمد رسول الله الموسم هذا هبطنا من عند راهم من 11 يوم هذا سكوب هذا هو سكوب اللي باجا لعبت في الدورة المغرب العربي بطبيعة الحال بدعوة من الجامعة الجزائرية لا الجامعة الجزائرية كرة قدم للجامعة التونسية الجامعة التونسية تقريبا وقت ذاك طارق مبارك أو سي حمودة بن عمار واحد منهم رئيس الجامعة وجاب واختارونا كاتريام بلاس نحن ترجي والإتوال وستاد مشات تلعب في كأس العربية ونحن مشينا للجزائر عملنا كاس المغرب ممتاز. العربي خاطر بحكم رتبتنا عام 5 اوت طلعنا 89 قعدنا 7 ايام 12 اوت رجعنا كملنا ايه سكوب والله سكوب ايه يا سيدي ايه.